يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض سبرينج رولز الخضار، وبعد كده هنعمل فراوله بلبن جوز الهند. طيب المكونات اللي عندي، طبعا السبرينج رولز بتاعت الخضار دي نقدر نلعب باي انواع خضار عندنا، لكن هقول لكم اكتر حاجه ايجين يعني زي ما نقول الطعم كده ايه كله بيجمع مع بعضه. عندي هنا بصل اخضر، جزر، عندي شويه من الكرنب، عندي بصل، عندي شويه من الفلفل الحامي، وعندي هنا شويه من الثوم المفروم. عندي هنا دي جلاس نودلز، ونقعها لمده 10 دقائق في ميه سخنه. لو ما عندناش ممكن نستعمل النودلز الطبيعيه الجاهزه بتاعتنا، برضو هننقعها في ميه سخنه 10 دقائق ونطلعها، وهنقطعها بس بالسكينه كده عشان ما تبقاش شرايط طويله. بالنسبه للصوص، عندي نشا، صويا صوص، عندي شويه من الاويستر صوص، عندي سكر، ملح، وشويه من الفلفل الابيض، واخيرا طبعا عندي الشيتس بتاعه السبرينج رولز وشويه من الميه والدقيق عشان يساعدونا بس واحنا بنلزق. طيب الزيت بتاعي بيسخن على النار على ميديوم هاي هيت، على درجه حراره متوسط للعالي، وعندي هنا ووك سايبه بيسخن عشان ننزل نشوح فيه الخضروات كلها قبل ما نبتدي نحشي. هنزل بشويه من الزيت. لازم كمان اللي احنا هنعمله دلوقتي الخضار ده نسيبه يبرد الاول قبل ما نبتدي نحشي السبرينج رولز بتاعتنا. اول حاجه عندي البصل، هنزل معاه بالثوم والجزر. نبتدي نقلب كده، وهنتبل مره واحده بس غير شويه التوابل اللي موجودين عندنا دي، هتبقى مع بعد ما ننزل الكرنب بتاعنا على طول. هننزل بشويه من الملح والفلفل الاسود بس، وبعد كده هنتبل بالتوابل اللي عندنا في الوصفه. زي ما قلت لكم احنا كمان هنسوي ده في الطاسه، كمان هينزل بعد كده في السبرينج رولز نفسها، هينزل يكمل سوا في الزيت. فاقدر ان انا هنا وانا بسويه ما اسيبوش يدبل قوي، ما يبقى لسه فاضل فيه الكرانش او العضل. طيب الفكره في النودلز برضو، هل انا لازم احطها؟ ممكن ما نحطهاش خالص، تبقى بس محشيه بالخضار. النودلز انا بحبها اولا عشان طبعا بتدي قوي طعم الايجين ده، لكن كمان بتساعد ان المكونات دي تربط كلها جوه السبرينج رولز، واحنا بناكل مش كل قطمه بتاخدها بينزل يفرفت تقريبا المكونات كلها، فبتساعد ان هي تربط المكونات او الحشو جوه. عندي الجزر اهو ابتدى يدبل، هنزل بالكرنب، هاخد رشه من الملح، يعني بيتبل، والملح كمان بيساعد اي حاجه ان هي تطلع الرطوبه اللي جواها، الرطوبه تطلع فتتبخر، فيفضل الحشو بتاعي ناشف ما يبقاش مبلول قوي برضو عشان واحنا بنحشي بيه. شويه من الفلفل الاسود، ودي المره الوحيده اللي احنا هنتبل قبل ما ننزل بيه الملح والسكر والفلفل الابيض. زي ما قلت لكم بقى، اي نوع خضار موجود عندنا مش لازم قوي نستيك للطريقه الايجين، اي نوع خضار موجود عندنا، حتى كوسه، حتى بتنجان، شويه من المشروم، اي حاجه. طيب عايز اخلي الطعم الاسيوي اللي احنا متعودين عليه، هو الميكس بقى بتاع الصوص اللي احنا عاملينه، اللي هو الصويا صوص مع الاويستر صوص وشويه من النشا. الحلو قوي في النشا مع الاويستر صوص الاثنين ان هو بيديك خلاص التكستشر اللي انت عايزه، المتماسك قوي بتاع الحشوه، ودي الطريقه اللي نخلي اي حشوه احنا عايزينها تدينا الطعم الايه الايجين، هي بقى وان احنا نقدم مثلا بشويه من السويت شيلي. بص على طول هنبتدي نلاقي الميه زي ما بقول لكم طلعت من الكروم، بيسرع قوي الفكره بتاعه ان هو يبتدي يدبل معانا. كل ده من ايه؟ من شويه الملح اللي احنا نزلناه. طيب بصل الاخضر، وهنزل بالفلفل الحامي، فلفل حامي اختياري جدا، لو ملناش في السبايسي مش لازم. هننزل الاول بشويه الجلاس نودلز اللي عندنا اهو، هنشتغل بقى بسرعه شويه، نبتدي نقلبها كده في الخضار، وبعد كده هننزل على طول بمكونات الصوص بتاعتنا. مش عايز اخليها تقعد كتير، مش عايزها تتحرق، ما بقاش عندنا خلاص دهن فاضل كتير، فايه مش عايزينها تتلسع. هي بس تقليبه كويسه عشان ندخل الخضار جواها. عظيم جدا.
في اي بوله بقى عندنا اهي البوله بتاعت النودلز الصويا صوص اهو. الاويستر صوص. هنزل عليهم النشا اهو. هحط ده على جنب ثانية واحدة. السكر. شوية الملح. والفلفل الابيض. هقلب الصوص بتاعي. هنزل على الميكس وبسرعة قوي نقلب الكلام ده. خلاص كده خلاص خلصنا اهو الحشو بتاعنا تماما. هنحتاج بعد كده زي ما قلت لكم ننقله بس على بولة ونبرده. خلاص بصوا هتلاقوه اهو ماسك كله في بعضه ملزق كده. ده يساعدنا قوي في فقرة الحشو. طيب الزيت بتاعنا بقى نرفعه كده على النار. عندي انا هنا شوية من الحشو زي ما قلت لكم اهو كنا محضرينهم وسايبينهم عشان يبردوا. نبتدي بقى ايه نلف السبرينج رولز بتاعتنا. السبرينج رولز مش حاجة لازم قوي تخش التلاجة قبل ما تنزل في الزيت، بس انا دايما بحب اي حاجة بتتلف ندخلها بس التلاجة تمسك نفسها. المكونات دي لما تسقع كمان هتمسك في بعض اكتر تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. ادي السبرينج رولز بتاعتي دايما اهي. تعالوا ناخدها مع بعض كده واحدة واحدة. احنا عملناها قبل كده طبعا في الجمبري. فادي الشيت عندي كده بقلبه. بيبقى واحد من الاركان او الكورنرز هو اللي باصص ناحيتي. خلاص طيب ببتدي اقيس ازاي. انا عايز اعرف هي حجمها قد ايه. انا هحط الحشو هنا يبقى احنا بنلتزم بالمساحه دي. انا هحط الحشو هنا يبقى احنا بنلتزم بالمساحه دي. فدايما احنا بنتكلم في المكان ده عشان ده بيبقى حجم السبرينج رول تقريبا الطبيعي. واحده واحده كده مع بعض اهو. دايما نخلي بالنا الحشو يبقى كميه كفايه لكن مش زياده عن اللزوم. اول حاجة بنتني تانية اهي بعيد خالص. بعد كده ببتدي اطلع فوق بصوابعي كده بلم بس لتحت عشان اتأكد القفلة تبقى ضيقة. خلاص اهو ببتدي اجيب الناحية دي هنا اهي والناحية التانية هناك وبقفل اهو. واقدر اصغر دي بقى زي ما انا عايز عشان في الاخر تقفل على المثلث اللي انا عايزه. فاجي هنا ضيقها كمان اهو وابتدي الف. خلاص جينا عند الاخر واخدنا شويه من الميه بالدقيق اهو وابتدي الف السبرينج رول بتاعتي للاخر. اديها ضغطه وبسيبها كده هنا على جنب. خلاص هناخد واحده تانية زي ما قلنا على حسب انا عايز اعملها فين. هكبرها لكم شويه المره دي اهو تشتغل من حته ابعد شويه بس بوريكم ايه الاحجام اللي نقدر نوصل لها. دي اهي رجعنا ورا شويه حلو قوي. فهيبقى عندي اللفه اللي في الاول دي مش واحده هيبقوا اتنين صح؟ ونفس الفكرة اهو. هقدر اجيب هنا اهو واهو. طيب زي ما قلنا عايز اصغر دي مش كده؟ فمن هنا تاني اهو واهو ونلف. خلاص
لينا على الآخر. الستيكينج انجن بتاعنا مية بضيق في الحالة دي، واهو اهو، فبقى عندنا مقاس وبقى عندنا مقاس تاني. خلاص. طيب احنا محضرين بقى شوية كده على الجاهز على طول. قبل ما نخش الحلقه على طول دخلتهم زي ما قلت لكم الثلاجه، يمسكوا بس نفسهم شويه، مفيش قلق قوي، لان انت كل الحاجه اللي عندنا جوه مستويه. يمكن دي مش فكره حلوه، لو انا اللي هحطه جوه الحاجه اللي بحشيها بتبقى حاجه لسه نيه محتاجه تاخد وقت على ما تستوي. انما احنا هنا كل اللي محتاجينه ان الحته اللي بره عندنا تاخد الكريسب والكرانش اللي احنا عايزينها، وفي الاخر اللي جوه ما يتزودش السوا بتاعه، عشان كده بندخلها يمكن الثلاجه شويه. التونجز بتاعتنا، هاخد السبرينج رولز بتاعتي واحدة واحدة كده اهو. زي ما قلت لكم بقى اللعبة خلاص كلها ان انت مستنيها من بره تاخد اللون اللي انت عايزه. طيب خلاص الايه سبرينج رولز بتاعتنا وصلت للون اللي احنا عايزينه، عايزكم تبصوا بس هو ده بالظبط كده جولدن براون. انا بالنسبه لي ده مناسب قوي، ممكن نسيبه يعني يغمق عن كده اكتر، بس كده ايه بالنسبه لي تمام. نديله ثانيه بيرتاح. الكرانش بقى والكريسب اللي عليه من بره دي بتبان قوي، هبقى اوريه لكم واحنا ايه بنقدمه. حلو قوي. طيب خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع، هنزل الدفعه الثانيه ونرجع نقدمه مع بعض، وبعد كده نعمل مع بعض المشروب. تروحوش في حد. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض السبرينج رولز، عايزكم تشوفوا كده شكلها عامل ازاي، وقدمناها مع شويه بقى عندك هنا ممكن سويت شيلي، ممكن كاتشب، ممكن حتى صوص مارينارا لو حابين، بس خلينا يمكن في السويت شيلي اقرب شويه من الايجين ستايل اللي احنا عاملينه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل فراوله بلبن سموذي، فراوله بلبن جوز الهند. فعندي تلج، عندي فراوله فريش، عندي شويه من لبن جوز الهند، وعندي عسل وشويه من جوز الهند المبشور. على طول كده ابدا مكعبات تلج، هننزل وراها بالفاكهة. على دي الفراولة، هنزل بالعسل، واخيرا هنزل بلبن جوز الهند. هقسمه على مرتين، هنزل النص الاول وبعد كده هنزل بالباقي، وهنبتدي نجرش. حلو قوي، نزود بقية كمية اللبن. ضربة أخيرة. عظيم جدا. كاسات التقديم.
هناخد جوز الهند المبشور هننزل بيه كده على الوش. لو حابين نحمص شويه جوز الهند المبشور ده برده مش تبقى فكره وحشه قوي، في الطاسه ناشفه كده نقلبها شويه على نار هاديه نديها تحميصه بس لحد ما تغير لون. حلو قوي. نشيل مهاتنا ونبقى عملنا فراوله بلبن جوز الهند وعملناها مع السبرينج رولز الايجين بالخضار. وكده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. السلام عليكم.